كيفاش تربح الفلوس من فايفر بلا ما تكون عندك حتى شي خبره وبلا ما يكون عندك حتى شي راس المال، يعني بزيرو درهم وبزيرو اكسبيرينس تقدر تدخل مداخل اللي زوينه وزوينه بزاف كيف ما غتشوفوا معايا في هذا لا فيديو هذه. ويت 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 ويت، واحد النوع من الناس ما تعجبهمش هذا النوع ديال لي فيديو اللي كيكونوا بلا خبرات، يقول لي يا خويا مرتقي انت كتهضر لنا على مواقع بلا خبره وبلا راس المال، هذا الشيء ما يمكنش. والدليل ان بزاف ديال الرسائل جاوني في انستغرام ديال الناس اللي ربحوا من هاد الطرق، يعني بلا خبره بلا راس المال. طبيعه الحال نتفقوا كاملين ان الربح تيكون اقل من انك الا كانت عندك شي راس المال كبير، يعني غتانفيستي، فبالتالي استثمار كبير كيساوي ارباح كبيره. واذا كنت من النوع اللي باغي يتعلم شي مهاره من المهارات ويخدم بها، فكل ما عليك هو ترجع لاحد الفيديوهات من الفيديوهات السابقه واللي العدد ديالها كيفوت 40 فيديو شرحت فيها بزاف ديال الطرق ديال الربح وبمهارات اللي غتعلمهم، وانا طبعا علمتهم ليك في الفيديو، بحال فوتوشوب، بحال في امازون كي دي بي، بحال كيفاش تنجح في اليوتيوب، بزاف ديال المهارات اللي بارطاجيتهم معكم ولي فيديو اللي واعرين بزاف، يكفي انك ترجع للقناه وتفرج لهم كاملين. فهاد الشرح هذا بغيت يبقاو معايا الناس اللي اول حاجه ما عندهمش راس المال، ثاني حاجه ما فيه ما يتعلم، ما باغيش يتعلم، فكنحاول نلبي الرغبات ديالهم حتى هما، وفي نفس الوقت نحاول نقلب لهم على شي طرق ديال الربح حتى هما يبغيو يحققوا الحريه الماليه من الانترنت. من حقهم بيان سيغ، هذا من حقهم، وقناه مرتقي لايف فما كنعتبرهاش قناه ديالي، فهي قناه ديالكم وتحت طلب ديالكم، يعني اللي طلبتوها مني فراه هي اللي غادا تكون. فبالنسبه لموقع فايفر ديجا درت عليه جوج فيديوهات طريقه الربح منه بلا خبره، وهذوك جوج فيديوهات بزاف ديال لي ميساج جاوني في انستغرام بلا ما نقول لك العدد لان عدد كثير وكثير بزاف ربحوا من هذوك الطرق مع انهم بلا راس المال وبلا خبره. فكل ما عليك هو تجيب مشروب مفضل عندك وتتبع معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر. باي ذا واي، خمسه د القنوات اللي غيفوزوا معانا فغنبارطاجيهم معاكم لكن في اخر هذا الفيديو. والناس اللي يلا جاوا جداد، الا كنت كتشوفني اول مره فانا مصطفى مرتقي على قناه مرتقي لايف، ما تنساش تضغط على سبسكرايب بالاحمر ترجعها بالكري باش يوصلك اي فيديو جديد، وما تنساش تشغل نوتيفيكاسيون ودير شي لايك لهذا الفيديو باش يطلع لاكبر عدد ديال الناس. ومعلومه اخرى بالنسبه للناس جداد اللي ما عارفينش، فكل حلقه كناخذ خمسه من التعاليق ديال الحلقه اللي فاتت وكندعموا القنوات ديالهم، هادو الناس اللي عندهم يوتيوب ولا دايرين محتويات سواء كتبان ولا ما كتبانش، فكون اكيد انك في احد الفيديوهات الجايه ان شاء الله غدوز. ونكملوا في الشرح ديالنا باش ندوزوا للبيسي ونوضح لكم الميثود دو ا ازيد. فكل ما عليك تجيب مشروب مفضل عندك، قهوه ولا اتاي ولا كويس ديال الماء. بعد ما تكمل الفيديو الا ما فهمتيش شي حاجه حاول ترجع الفيديو، واذا ما فهمتيش كاع فادخل انستغرام اللي غطلع لك هنا مرتقي لايف، غدخل ليها ولكن ما تسولنيش بريفي لان الرسائل كثيره اكثر من 100 ميساج يوميا كيجي. فالطريقه كيفاش كنتواصل مع الناس اللي عندي في انستغرام وكيفاش كنجاوب على التساؤلات ديالهم فهي سهله وبسيطه. تقريبا ثلاثه المرات اربعه المرات في الاسبوع كندير واحد ستوري في انستغرام وكندير لكم ديك الايقونه ديال اسال هنا، كتسول السؤال ديالك تما وكنجاوبك في ستوري صوت وصوره، كندير ستوري هكا كنصوره كنجاوب على التساؤلات اللي عرفت واللي ما عرفتش كنقول لك فين تقلب باش تلقى الجواب ديالها. ونبداو الشرح ديالنا على بركه الله، ليتس جو. كيف ما قلنا الخوت غندخلوا للفايفر غنكتبوا موكاب، اوكي موكاب على هذا الشكل. المهم ديروا هنا كلوثين ملابس، بغيتي دير تيشيرت، بغيتي دير طوادي، اي موكاب بغيتي ديروا غنوريك كيفاش تصايبوا بلا ما تكون عندك حتى شي خلفيه او شي خبره فتصميم لا طوادي لا تصميم نورمال فوتوشوب نورمال بلا طوادي ولا راس المال بلا ما يكون عندك راس المال لا والو، كلشي كيفاش تصايبوا فابور على قناه مرتقي لايف. فإلا عجبك الفيديو ما تنساش واحد اللايك لان نقدم معك واحد الاسرار اللي واعرين بزاف. كيف ما كتشوفوا هنا هذا طالب 20 دولار في الخدمه وباع 12 مره، هذا باع 17 المره 17 الاوردر ب 35 دولار، اوكي هذا باع ب 5 دولار، هذا باع ب 20 دولار، المهم كل واحد وشحال كيطلب. عاد دخل دير خدمه واعره طلب الثمن، هذه قاعده من عندي. نشوفوا مثلا هذا اللي طالب 20 دولار، اوكي غندخلوا عنده شنو قال لك. اي ويل كرييت ا موكاب فور يو كلوثين ديزاينز، قال لك ندير لك واحد الموكاب للملابس ديالك. هذا الموكاب هذا الشيء غنوريك كيفاش تصايبو في جوج دقائق، جوج دقائق تاخذ 20 دولار، وهذا غير الباك ديال البازيك. الا جينا الستوندار 30 دولار، الا جينا البريميوم 60 دولار، تقدر تاخذها في جوج دقائق ثلاثه دقائق، ولكن خصك تخدم على وتعرف الطريقه، تتبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. ونزيدك مور هادشي كامل ضروري تعلم واحد الحاجات في فايفر اللي غنبارطاجيهم معاك دابا، اوكي غنوريك الفيديو اللي غتعلم كيفاش تبان في الصفحات الاولى، يعني واخا تقدم هذه الخدمه هذه بالطريقه اللي غنوريك دابا راك ما غتبانش في الصفحات الاولى. فبعد ما كتدخل القناه مرتقي لايف على اليوتيوب غتهبط لتحت، يعني الفيديوهات اللي لتحت المهم هذو كاملين شروحات شرحت لكم هذه الخدمات بمنافسه قليله في فايفر. تفرج كننصحك تفرج في هذا الفيديو هذا اوكي ديال فايفر، وكننصحك كذلك فيديو اخر درته على فايفر شحال هذه، ها هو 3 شهور دابا فيديو على فايفر حتى هو غيفيدك بزاف. دونك هاد جوج فيديوهات تفرج فيهم ضروري من بعد ما تكمل هذا الفيديو، ولا بغيتي تمشي تفرج فيه دابا نيت وعاد تجي تكمل هذا الفيديو اللي عجبك. المهم باش ما نخرجوش على الموضوع، فكيفاش نصايب هاد الموكاب هذا بضغطه زر وحده، هذا هو السؤال.
وغتجي تصايب نقل من الناس ديما. حاول في الاول تكون تنقل من بعد عاد تجي الكرياتيفيتي نقل من الناس. شوف شنو كيدير في عنوان غادي نصايب لك موكاب الملابس ديالك. اوكي كتجي عندك شي براند شي شركه شي كامبوني كتجي عندك كطلب منك تصايب لها موكاب وموكاب غنوريك كيفاش تصايبو في دقيقه. راه شركه تقدر تبقى تخدم معك ديما باي ذا واي يعني تقدر تبقى تخدم معك ديما تقدر تاخذ الكونتاكت ديالك وتبقى من بعد تكونتاكت معك نيشان بلا ما تحتاجو تهضروا فايفر واخا هادشي مخالف فايفر. المهم هادشي كامل غتشوفوه معايا في هاد الفيديو باش بلا ما نطولو بزاف. دونك هنايا الديسكريبسيون ديالو تقدر تاخذها ليه وتعدل عليها شويه الناس اللي ما عندهمش مع الانجلي. المهم غتجيو لهاد السيت اللي نخلي لكم حتى هو في الموقع غتلقاو رابط الادوات المستخدمه في الموقع. اوكي غتلقاوهم في صندوق الوصف بعد ما تدخلوا ليه غتلقاو هاد الموقع هذا حتى هو هاد الموقع هو اللي غنصايبوا فيه هادشي كامل فابور وبطاقه تزير وحده. كتدخل تكتب موكاب فري. اوكي موكاب فري مثلا هضرتي مع شي واحد بغى ديال الملابس تدخل مثلا هالملابس كتدخل مثلا عند هادي اوكي وكتقاد ليه الموكاب ديالو هنايا. انا غنوريك بحالاش تبع معايا كل ما عليك هو تبع معايا وتخدم عقلك. بعد ما اختارينا الموكاب اللي بغينا اللي هو هاد خطنا هادي اوكي كتجي هنايا كدير انسيرت ايماج يعني ادخال صوره اللي بغينا نديرو في هاد. هنشوف باش تفهموا شنو هو موكاب. موكاب هو تبقى تبدل هاد البلايط اللي هنا ابلود يور ايماج هنا كتبقى تبدل التصميمات هنايا. اوكي انا غندير مثلا ابلود فروم يور ديفايس يعني تحميل صوره من سطح المكتب ديالك من البي سي ديالك. ها هي الصوره ديجا عندي في بي سي هاد الفلاورز هادو هاد التصويره ديال الورود غنكليكي عليها وندير اوبن ونضغط على اوبن كيف ما كتشوفوا معايا غندير كروب وها هي بوم ها هي تحولات. دونك صافي كدير داكشي اللي بغا سيد فايفر كديرو هنا بهذه الطريقه هذا كل ما عليك. صافي بعد ما دير تكمل البروسيسين هنايا راه هي تحميل هذه العلامه ديال تيليشارجمو غاتيليشارجيها فابور وغديرها في بي سي ديالك وغتصيفطها للسيد غيصيفط لك 20 دولار. واش كاين شي حاجه سهل من هذا الشيء؟ راه ما كنظنش يعني بلا خبره بلا راس المال بلا حتى شي حاجه يعني كنحاول قناه مرتقي لايف كتحاول ما امكن تجيب لكم طرق اللي حصريه وجديده. دونك هذا السيت هذا اللي نخلي لكم في صندوق الوصف راه مفيد ومفيد بزاف بزاف بزاف. اوكي دونك اي موكاب بغيتي هنا راه غتاخذو فابور في هذا الموقع هذا ويمكن لك حتى ديال الطروات دي تلقاهم يعني الا جيتي كتبتي هنايا موكاب طروات دي راه غتلقاه. اوكي كاين تيشيرت كاين حتى الفيديوهات الا بغيتي فيديوهات راه 100 دولار 200 دولار باش كتخدموا الفيديوهات في فايفر لان الفيديو تيكون غالي الموكاب ديال الفيديو. مي في هذا السيت هذا غتلقى كل شيء فابور هو كاين شي حوايج بالفلوس ولكن اغلبيه ديال الحاجات فابور كيف ما كتشوفوا معايا هنايا هادو دي موكاب لي طروات دي. اوكي طروات دي هادو تكونوا غاليين كيف ما كتشوفوا معايا. رجعنا لفايفر غتجي لهذا تلقى كاتب هنا طروات دي شوف 35 دولار هذا غير البازيك يعني 150 دولار كيوصل حتى 150 دولار هذا الجيج هذا يعني خدمه اللي واعره بزاف. فشنو كتسنى كل ما عليك هو تبدا تدخل فايفر تصايب واحد الجيج ديالك. ما فهمتيش دخل لقناه مرتقي لايف ودخل لهذا الفيديو اللي قلت لك ديال فايفر غنوريك كيفاش كنحط داك الشيء غتعلم وغتوكل على الله. وكنتمنى الطريقه تعجبكم وكنشكركم كاملين على تقريبا نقولوا 18000 اخو اخت اللي مشاركين معنا في قناه مرتقي لايف.